يوم قطر دخول اللاعبين لأرضية الملعب. قطر موجود الآن حاضر. لاتسينا ديابي. لاتسينا ديابي خطير جدا. يلعب كرة عالية للأمام. خلاص الكرة وسط وخطيرة جدا. وكرة تتحول مع صافرة لمصلحة أحمد سفيان. كرة ثانية كواسي أبعد كرة كانت رايحة للمرمى. استبسال دفاعي كبير جدا. لاتسينا ديابي يحضر على كورته ويحاول يتقدم. لاتسينا ديابي يكسب خطأ فريق الخور في هذا اللقاء. سوريا وإيران والصين راح يشارك أيضا بعض المنتخبات الخليجية، المنتخب السعودي والقطر والعراق. ولدينا عبد الرحمن، وهذه الكرة اللي كان فيها لمسة يد، مطالبة بوجود لمسة يد لاتسينا ديابي. ماركو أنطونيو ميراندا توزيع الكرة بشكل ممتاز على الجهة اليمنى، توصل على اليمين وكرة مرسولة عرضية، تقدم لها بالراس والكرة بعيدة توصل ليونغ، يتقدم بالراس ويرسل كرة خطيرة لاتسينا ديابي، وارسال كرة عرضية توصل لمصلحة ليونغ. كرة تتحول أمامية لاتسينا ديابي، يحاول يمر، ينطلق، يرسل كرة للأمام تصل خطيرة جدا. هنا كرة عرضية لاتسينا ديابي، يمر ويتقدم ومعاه كرة لازالت لمصلحة ماركو أنطونيو ميراندا، ومرسولة الكرة في مكان ممتاز. محاولة بجانب لاتسينا ديابي وتقدم بجانب ماديسون، فعلها القصير. واحد من أسماء ممكن أن تعطيك النجاح في هذا اللقاء، التي تعطيك النجاح دائما مع فريق الخور. هذه الكرة وهذه التمريرة لاتسينا ديابي مررها والكرة توصل لمصلحة ماديسون، يلعب الكرة قوية جدا على المرمى لمصلحة لاتسينا ديابي. لاتسينا ياخذ كرة، لاتسينا كرة فيها مرور، لاتسينا مر تقدم مع كرة، لاتسينا ديابي يحاول يمر مع كرة، الآن فيها تقدم بالتالي خطأ أخير في اللقاء. ممكن يكون الخطأ اللي معاه الخور يسجل هدف آخر الثواني في هذا اللقاء بالنسبة لفريق الخور. هذا المرور لاتسينا ديابي حقيقة لاعب أعطى إضافة كبيرة جدا من الجهة اليمنى لاتسينا ديابي، يكسب خطأ بعد المر وتقدم لاتسينا ديابي. اللاعب الذي يقدم مجهود رائع جدا في مجريات هذه المباراة. خلاص الثواني تمر، ثواني قليلة، 10 ثواني فقط نهاية. جمهور حضر في أوقات أسوأ من هذه الأوقات ومراحل أسوأ من هذه المرحلة، بل هذه المرحلة تعد الأفضل على الإطلاق في تاريخ الفريق بأن يحقق 5 انتصارات مع البداية على التوالي. جمهور الريال الثاني هجوم لا تعليق، هجوم لا تعليق في الشوط الثاني من المباراة. هذه كرة ملعوبة إلى اليسار لصالح الخور. طاهر زكريا ممتاز في إبعاد الكرة الماضية، أن يحضر كافة المباريات، أن لا يغيب للحظة. عنده خيارات في البدلاء، الغرافة مع يا أخي خلي لي واحد في البدلاء يمكن أحتاجه. على الغرافة من أصل 12 كورة، بينما الخور واحدة من كرتين خلص على المباراة، جت جول. وممكن الآن، ممكن الآن ديابي مع ماديسون عادت من جديد لاسانا. المباراة الأخيرة في القسم الأول، ومن هنا تأتي الأهمية بشكل عام. نسعى للتحلي بأعلى درجات التركيز، فريق ما كان مركز. الآن الخور ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء صريحة وواضحة. الخور العنيد أغرق الغرافة، أغرق الغرافة. لاحظ لاسانا ديابي وعلى طول عرقلة موجودة، وقرار سليم من حكم اللقاء. الغرافة ما كان مركز في مباراة اليوم على جميع المستويات، وبالتالي فقد نقاط المباراة. سجلها سيزر
والثانية كان بنالتي لسان ديابي وسجلها ماديسون من ركلة جزاء. والآن الثالثة والآن الثالثة والآن الثالثة والآن الثالثة وكرة على طول وتبعد من عبد للاسانة، لكن سيزر يتقدم وحده. آخر دقيقة آخر دقيقة، الخور اثنين أيها الأحبة مشاهدي قنوات الكاس ومتابعيها في كل مكان. كرة على طول سليمة للاسانة ديابي بيحولها باقي ثلاث. هل يعود الغرافة؟ يعني أنا أعتقد أن الغرافة يعني في هالمباراة لا، ما ظنيت. فريق بلا روح بلا قتال وبلا حاسة تهديفية للأمانة. الآن هنا محاولة لديابي، بيحاول وأكثر شخصية وأكثر كاريزما. الآن شوف 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 الخور، شوف الخور مسلطن، الخور الخور مسلطن. الله على الخور العنيد العنيد. الله 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 على هذا الفاصل الرائع من المهارة اللي قدمها لاسانة ديابي على لاعبي او على فهد الشمري، لكن صراحة روح عالية في لاعبي الخور.